بسم الله الرحمن الرحيم. أبناء الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحصة هي التي سوف نقوم فيها الوحدة السادسة، خواص النبات الزهري. في الحصة السابقة تكلمنا عن الأنسجة التي يتكون منها النبات، ودرسنا صفات كل نوع من هذه الأنسجة وما هي وظيفته وأين يوجد في النبات. اليوم إن شاء الله سوف نقبل لأجزاء النبات الزهري. قبل أن نتكلم في هذا الموضوع، سوف نلقي نظرة أخرى على مكونات البذرة. كما ذكر في السابق أو ذكرنا في السابق أن البذرة تتكون من فرقتين، وفي ذات الفرقتين يوجد عندي الجنين. عندما تمتص البذرة الماء يبدأ الجنين في التكون، مكون بداية مجموعة خضري وعبارة هي عبارة عن ورقات الأولى، والصويب الذي يمثل الساق المستقبل، والجذر الذي يمثل الجذر، والغلاف الذي يحمي الجذر. هذه الفرقتين عبارة عن مادة غذائية للجنين حتى يستطيع الجذر أن يمتص الماء والأملاح من التربة، وتقوم الورقتين بعملية البناء الضوئي. الآن سوف نتكلم عن أول جزء من النبات وهو الجذر. كما نرى الجذر يتكون من عدة مكونات. هذا الجذر الأساسي، الجذر الأساسي. هنا عندنا جذور جانبية وجذور ثانوية، عندي هنا شعرات جذرية. يوجد في أسفل الجذر القمة اللامية وعليها قرنسوة، هذه القرنسوة تحمي الأنسجة التي تقوم بعملية تكوين الخلايا الجديدة حتى لا تحتك بالتربة وتأثر عليها. ينقسم الجذر إلى عدة أقسام. المنطقة هذه نسميها منطقة النضوج، منطقة الله النضوج. والمنطقة هذه منطقة الاستطالة التي تكلمنا عنها، وعندما يبدأ النسيج من الأستين بتكوين خلايا، جزء من الخلايا تستطيل وجزء من الخلايا تستمر في عملية الانقسام حتى يصل الجذر إلى كل مكان في التربة للبحث عن الماء والغذاء. يا ترى ما هي مكونات الجذر؟ لو طلعنا هنا عندنا قطاع عرضي في جذر النبات له فرقتين. هنا كما نرى شعيرة جذرية، وهي عبارة عن امتداد من خلايا البشرة، وهذه الشعيرة هي المسؤولة عن امتصاص الماء والأملاح من التربة ثم نقلها إلى الجذر، حيث يكون نقلها إلى الساق ثم إلى الأرض. تمتاز هذه الشعيرة أن بها محلول عالي التركيز حتى تستطيع أن تسحب المحلول قليل التركيز الموجود في التربة بخاصية نسميها خاصية أسموزية، خاصية أسموزية، وهذه الخاصية المقصود بها هو أن الأقل تركيز ينتقل إلى الأعلى تركيز، وبهذه الطريقة يستطيع النبات سحب الماء والأملاح من التربة إلى داخل الجذر. عندنا هنا البشرة وهي طبقة متراصة تقوم بحماية الجذر وحماية المكونات الداخلية للجذر. عندنا القشرة وهي عبارة عن مجموعة صفوف من الخلايا، وهي مسؤولة عن دعم للنبات وإعطاء النبات القوة والصلابة، ويتم عن طريقها نقل الماء والأملاح من الشعيرة إلى البشرة إلى داخل الجذر. عندنا هنا البشرة الداخلية، وهذه البشرة أيضا لها خاصية التحكم في كمية المواد الغذائية الداخلة إلى الجذر، وبها أنواع من الخلايا. هذه الخلايا يوجد بناتها تقوم بإدخال الماء والأملاح اللازمة للجذر حتى لا يحدث خلل في عملية نقل المواد الغذائية إلى داخل الجذر ثم إلى الساق ثم إلى الأرض. عندي المحيط الدائري، وهذا المحيط الدائري له فائدة مهمة جدا، حيث تخرج منه الجذور الثانوية. لذلك عندما نريد أن نقتلع الجذر الثانوي نجد قوة، يجب أن نبذل قوة حتى نقتلع هذا الجذر، دليل على أنه يخرج من وسط الجذر وليس من الشعيرة طبقة البشرة في الجذر. عندنا الحزمة الوعي تتكون من اللحاء، واللحاء هو المسؤول كما ذكرنا في السابق عن نقل المواد الغذائية الناضجة التي يصنعها النبات من الورقة إلى أجزاء النبات. عندنا الكامبيوم، والكامبيوم عبارة عن أنسجة ميراثيمية فائدته يقوم بإنتاج خلايا جديدة للحاء والخشب، وهذا يساعد على زيادة سمك الخشب بين فترة وأخرى.
بعد ذلك عند الخشب وهو المسؤول عن نقل العصارة المية لماء الرمال من التربة إلى جميع أجزاء النبات. إذا هذه المكونات الأساسية في البيئة الجذب. الشعيرة الجذرية تخرج من البشرة وهي مسؤولة عن عملية امتصاص الماء والأملاح من التربة. البشرة تحيط بالجذر من الداخل لحماية المكونات الداخلية، ثم القشرة التي تدعم النبات، ثم بعد ذلك البشرة الداخلية التي تتحكم في كمية دخول المواد الغذائية إلى داخل الساق، ومن ثم المحيط الدائري وهو المسؤول عن إنتاج الجذور الثانوية، وبعد ذلك الحزمة الوعائية تتكون من اللحاء مسؤول عن نقل الغذاء الناضج، وعندي الكامبيوم والذي يعطي طبقة جديدة من الخشب ومن اللحاء كل سنة مرتين، مرة في الصيف ومرة في الشتاء. في الصيف يكون سمك الطبقة صغير، أما في الربيع أو في الشتاء يكون سمكها كبير. يعني كل سنة يتم إنتاج حلقتين جديدتين من الخشب واللحاء الناتجة عن طريق الخلايا المرسمية الموجودة في الكامل. أما الخشب فهو المسؤول عن نقل المواد الغذائية من التربة إلى الأوراق عبر الساق. ثانياً عندنا الساق. لو لاحظنا إلى هنا نجد أن الساق يتكون من سلالية وهي مسافة بين عقدتين متتاليتين، هذا يسمى عقدة، ومن هنا لا نسميها سلالية. عندي ورع جالي وهو الذي يخرج في إبط الورقة كما ترون في جنب الورقة، والورع الطهري الذي يكون في قمة النبات من أعلى. هذه المكونات الساق الأساسية، عندي الساق سلاليات برع جانبي برع طرفي مع الأوراق كما ترون على اللوحة أمامك. الآن سوف نرى بقاع عرضي في ساق النبات الفرقتين، ونبدأ من الخارج إلى الداخل. أنا عند البشرة، والبشرة كما تكلمت في السابق عبارة عن طبقة واحدة مغطاة بمادة بشرية تسموها الكيوتيكيل حتى تحمي اللي هي الساق أو الجذر، وكذلك للأوراق، وبعض الأوقات نضرب بها بعض الثغور حتى تساعد على تهوية وتنفس الجذر والساق والأوراق. من عندي القشرة كما تكلمنا في الجذر، القشرة عبارة عن طبقة سميكة فوق جبهات الصلابة والقوة والدعم. عندي الآن اللي هو المحيط الدائري كما رأينا في الجذر في محيط دائري وفي الساق أيضا في محيط دائري. وعندما نريد أن نعرف عمر الشجرة نقوم بعد الحلقات الجديدة التي ينتجها المحيط الدائري والذي تخرج منه الفروع الجانبية في الساق. الآن عند الحزمة الواعية، أولا اللحاء كما تكلمنا فهو عبارة عن أوعية غربالية تقوم بنقل الغذاء الناضج من الأوراق إلى أجزاء النبات. ثانيا عند الكامبي هو المسؤول عن إنتاج خلايا جديدة تكون لحاء جديد وتكون خشب جديد، ومن هذا الخشب اللحاء نستطيع أن نعرف عمر الشجرة، حيث أن النبات ينتج كل سنة عندنا دائرتين، واحدة من الخشب وأخرى من اللحاء، واحدة سميكة والأخرى رقيقة. السميكة تكون في فصل الربيع والرقيقة تكون في فصل الصيف لقلة الماء والحرارة وما شابه ذلك. وبذلك يمكن نعرف ما عمر الشجرة من عدد هذه الحلقات التي تكون موجودة في الساق. عندنا الخشب كما نرى وهو أيضا عبارة عن مجموعة من الأنابيب تقوم بنقل الغذاء من الجذر إلى الساق إلى الورقة، والنخاع وهو ينبت معظم الساق ويساعد أيضا في زيادة صلابة الساق ومرونته. أما الجزء الرابع والأخير اللي هو أوراق النبات، هنا نرى على لوحة معينة الأوراق. هذه الورقة ورقة مركبة، وهذه الورقة ورقة بسيطة. أي ورقة لها برع قبطي كما نرى وعمق الورقة، هنا نجد بريقات على نفس نص الورقة، عبارة عن بريقات صغيرة، هنا نص الورقة قطعة كاملة، عشان هيك نسميها ورقة بسيطة، أما هذا يسمى ورقة مركبة. إذا الأوراق عندنا إما أن تكون بسيطة
وإما أن تكون مركبة على حسب نوع النبات. الآن سنشاهد قطاع عرضي في نص ورقة النبات، وسوف نتتبع مكونات أو أنواع الأنسجة المكونة لهذه الورقة. أولا، عندنا البشرة العليا كما ترون، البشرة العليا وهي عبارة عن سطح من الخلايا واحد يوجد في السطح العلوي للورقة، ويوجد أيضا في السطح العلوي في السطح السفلي للورقة، وهو مغطى بطبقة شمعية حتى تساعد على حماية الورقة من التغيرات الجوية. اثنين، النسيج العمادي، وهذا النسيج العمادي هو المسؤول عن عملية البناء الضوئي، لأنه يحتوي على كمية كبيرة من اللاصقات الخضراء كما ترون على اللوحة. عندي النسيج الإسفنجي، وهو نسيج مفكك، نسيج مفكك يوجد فيه برق هوائية، هذه البرق هي التي سوف تسمح بدخول الغازات أكسيد الكربون حتى يستطيع أن يصل إلى النسيج العمادي لكي يقوم بعملية البناء الضوئي. عندي كما نرى عندي الثغور، الثغور في الطبقة السفلى أكبر من الثغور في الطبقة العليا. لماذا؟ رجع أسأل لك عالم، لماذا تكون الثغور في الطبقة السفلى أكبر من الطبقة العليا؟ نقول لأن الثغور في الطبقة السفلى بعيدة عن الشمس وبعيدة عن حرارة الشمس، فلا تفقد النبتة كمية كبيرة من الماء إذا تعرضت للحرارة. أما الطبقة العلوية فهي قليلة الثغور حتى لا يفقد النبات كمية كبيرة من الماء. هنا عندنا البشرة السفلى كما ترون، صف من الخلايا يقوم بحماية البشرة العليا والسفلى، تعمل على حماية المكونات الداخلية للورقة. هنا عندي الخشب كما تعلمون، الخشب هو تكملة للخشب الجذري والساق بين السلالمين إلى الورقة، ومن ثم يقوم بنقل هذا الساق الميلة إلى النسيج العمادي حتى يتم صنع الغذاء بعملية البناء الضوئي. عندي اللحاء وهو المسؤول عن نقل اللحاء هو المسؤول عن نقل المواد الغذائية الناضجة من النسيج العمادي إلى جميع أجزاء جسم النبات. وبهذا نكون احنا انهينا أجزاء النبات. سوف نتكلم أيضا اليوم على درس آخر هو الهرمونات النباتية. ما هي الهرمونات النباتية؟ هي عبارة عن مواد كيميائية يفرزها النبات لإتمام العمليات الحيوية في جسم النبات. كما رأينا في درس الجهاز الهضمي، الإنسان عنده هرمونات وأنزيمات، هذه الهرمونات والأنزيمات عبارة عن مواد يفرزها الجسم لإتمام عملية هضم والاستفادة منها في جسم الإنسان، وهناك النبات تساعد النبات على إتمام العمليات الحيوية من نمو أوراق، نمو أزهار، نمو جذور وما شابه ذلك. ما هي الهرمونات النباتية؟ عندنا أربع هرمونات: الأوكسينات، السيتوكينات، الجبرينات، الإيثيلين. ما هو عمل كل نوع من هذه الهرمونات؟ الأوكسينات يعمل على تشجيع الانقسام المتساوي في الخلايا تحت القمة النعمة. ما هي وظيفته الأساسية؟ هذا الهرمون لا يعمل إلا في منطقة الضرار، لا يعمل إلا في منطقة الضرار، والمنطقة التي يكون فيها الضوء يكون عمله قليل. فعندما تواجه النبتة الضوء يذهب هذا الهرمون إلى المنطقة المقابلة المظلمة، فيساعد على نمو الخلايا في هذه المنطقة أكثر من المنطقة المضيئة، وبذلك يزداد عدد الخلايا في هذه المنطقة المظلمة أكثر، فينحني النبات متجها إلى الضوء، وهو المسؤول عن عملية انتحاء الضوء. إذا هذا الأوكسين، الهرمون الأوكسين، يساعد النبات دائما على الاتجاه إلى الضوء حتى يحصل النبات على ما يحتاج إليه من ضوء لإتمام عملية البناء. أما السيتوكينات فهي تشجع انقسام الخلايا والنمو في مرحلة إنبات الضوء. رأينا البذرة، عندما تبدأ تنمو البذرة هذا الهرمون مسؤول عن زيادة الانقسام حتى يستطيع النبات أن ينمو النمو الطبيعي. اثنين، نمو البراعم الجانبية في الجزء السفلي من الساق قبل الجزء العلوي. نحن نلاحظ النباتات عندما ينمو النبات إلى أعلى، لا نلاحظ أن الأفرع الجانبية تخرج في قمة النبات، إنما تخرج في أسفل ثم تتدرج مع نمو الساق إلى أعلى.
إذا هذا السيتوكينين مسؤول عن تشجيع انقسام الخلايا والنمو في مرحلة انبات البذور، أيضا يساعد البراعم الجانبية الجزء السفلي من الساق قبل الجزء الأدنى. نأتي إلى الجبلينية، ما هي فائدة الجبلينية؟ أولا تكبير حجم الثمار، يساعد على زيادة حجم الثمار. اثنين زيادة طول الساق، كما رأينا في السابق أن الساق الصقيل عندما ينقسم النسيج المرستيني في القمة النامية ينقسم إلى قسمين، جزء يستمر في النمو والجزء الآخر يستطيل. فهذا المسألة الجبلينين مسؤول عن زيادة الساق، أيضا تشجيع انبات البذور، يساعد النبتة عندما نزرع البذور يساعد هذه البذور على عملية النمو بسرعة. نأتي لمين إثيلين. هذا الإثيلين يختلف عن السابق. أولا من إصالة الخلايا، كما نعلم أن كل نبات له طول محدد، وعندما يصل إلى هذا الطول يقف لهذا الطول أو هذا النمو المسؤول عنه الإثيلين. اثنين يساعد على هذا النبات، يعني يصبح النبات شيخوخ وغير صالح للاستمرار في الحياة. ثلاثة سقوط الأوراق عند زيادة تركيزه، عندما يزداد في النبات هذا الإثيلين تبدأ الأوراق بالسقوط، مما يؤثر على نمو النبات النمو الطبيعي. أربعة يشجع نضج الثمار فيسهل عملية فصلها عن النبت، عندما نريد أن نقتطف ثمرة غير ناضجة نجد فيها قوة تراسب مع الشجر، ولكن هنا هذا الهرمون يساعد على نضوج الثمار، وعندما تنضج الثمار يصبح علاقتها بالشجرة ضعيفة فيمكن اقتطافها بسهولة. إذا هنا عندي كم هرمون؟ أربع هرمونات، الأوكسينات، السيتوكينات، الجبلينيات، الإثيلين، وكل منهم له عمل محدد في النبات. وفي هذا نكون احنا انهينا ان شاء الله وحدة النبات، وانهينا المقرر معنا في الدراسة لهذا الفصل. وكل عام وانتم بخير، نتمنى لكم ان شاء الله النجاح والتوفيق والتقدم الى الامام دائما، واسال الله ان يوفقكم في حياتكم وفي مستقبلكم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.